في بيبقى في حنه بتبقى الوان ابيض وجولد والوان كده، بس دي ما بتثبتش مش زي الحنه اللي هي بتاعه ولا احسن ان اسوان الحنه تثبت يعني؟ انت شايفه كده؟ يعني تقعد مثلا كام يوم كده البرايد لو هتروح هاني مون تبقى قاعده معاها مثلا اسبوع 10 ايام كده، لكن الحنه الالوان دي بتبقى يعني في ساعه الحنه بس. الجلاتر بيبقى في ناس بتبقى بشرتها سنسيتيف فبيبقوا حابين يعملوا حاجه مختلفه، بس في نفس الوقت مش عايز ترسم حنه، فعايزه برضو تفرح الناس بتوعها، يعني عايزه ناس تعمل حاجه، فبنجيب الجلاتر. الجلاتر فيري سيف يعني على الوش وكده اهو، واللزق بيبقى امان برضو. امان جدا طبعا يعني. وده سهل انها تشيله على طول تاني يوم لو الفرح تاني يوم على لو طول. حطيتي اصلا يعني مناديل بتشيليه عادي يعني، هو بقولك حاجه اللي هو يعني بس مجرد بارتي تايم يعني اللي هو تتصور بيها هي وصحابها وخلاص. بيعمل شكل حلو في التصوير وكده، بيعمل شكل لطيف في التصوير، فعشان كده البنات بجد بقت تحبه جدا اكتر كمان من الحنه. من الحنه العاديه. مش ستايل هندي شويه؟ جميله. ولا لا هندي؟ صحيح انت ندى اللي تقول لنا بقى. الجلاتر انديان ستايل شويه؟ لا لا مش انديان، هو اكتر يعني هو بره بيحطوه في الحفلات يعني عامه. في الحفلات تومورو لاند والحاجات دي هما بيحطوه في الحفلات، بس احنا بقى ايه قررنا نعمله في الحنه. طب ندى ايه بقى اغرب موقف حصل معاكي في حنه؟ يعني مش بصي لا في موقف كتير الحقيقه، بس يعني هو اكتر يعني موقف بمناسبه الحما يعني وكده. أيوة. يعني مشيت حماتها مشيت؟ هي معترضه، حاسه ان هي البنت كانت لسه بتجهز جوه وهي قاعده بره، فازاي طب هي البنت بتجهز، فحاسه ان دي قله تقدير يعني فاهمه، ففي حاجات كده بتبقى مش لطيفه بقى، بس يعني بتعدي بتعدي وبنصالح الدنيا على بعض. متهيألي من بشر دخلنا البيت فبتحس ان احنا فرد من افراد البيت اليوم ده يعني، فبتحتوي اي مشكله تحصل. لازم نحتوي المشكله اما اليوم هيبوظ. يا حنا يا حنا يا قطر الندى يا شدك حبيبي يا عيني جلاب الهوى. هتطبخ لنا ايه يا شيف حسن؟ شاورما فراخ ولحمه. هو عاجبه موضوع الحنه ومركز في الجليتر. مركز معاكوا اهو. بيتفرج. الله جميل صدقني. انت طبعا لسه مش شايفانا. انا شايفه. لا شو. جميل قوي. انجلش كمان. طبعا يا حنه يا قطر الندى دي من اشهر اغاني الحنه كمان. اكيد بتشتغل لحد دلوقتي. لا ما بتشتغلش قوي. دلوقتي ايه بقى المهرجانات؟ اكيد البنات بتختار حاجات والرقص وكده. في اكل معين عرفتها يتعمل في الحنه؟ في اكل كنت لسه اقول لحضرتك والله الشاورما دي بتتعمل كتير قوي في الحنه. سندوتشات ميني. يعني الناس تستسهل الحاجات دي زي شيش طاووق اللي انت كنت عايز تعمله وانت داخل تتقدم فاكر؟ بالظبط. شاورما في الحنه. عايزين نكمل معاك بقى اليوم الفرح النهارده. شاورما ماشيه مع الايه؟ مع الحنه. ماشيه جدا مع الحنه.